حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. الجمهورية الفرنسية تمنح الدكتورة الكويتية العنود الشارخ وسام الاستحقاق برتبة فارس. وأيضا سيتم غدا بعد غد الأربعاء منحها لوسام في مقر السفارة الفرنسية في الكويت. ويسعدنا الليلة في برنامجنا للكويت أن نستضيف الدكتورة العنود الشارخ. حياك الله منورتنا، وحقيقة أنت مفخرة لنا ككويتيين، وإحنا سعيدين بتواجدك معنا. نوركم، مشكورين، هذا من لطفكم وطيبكم، شكرا. حياك الله معنا دكتورة، وحابين نتعرف أكثر على هذا الوسام وشلون استحقيتي، يعني شنو كانت الأشياء اللي أدت إلى أخذ هذه الرتبة؟ يعني هذا الوسام هو نوع من التسويق الإيجابي للجمهورية الفرنسية، فيعني هي تعطي للناس اللي يمثلون القيم اللي هي ترمز لهم، قيم يعني مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الثقافة، الفن، الأدب، حتى في الاقتصاد. وماخذين الوسام من قبل ناس قبلي بالكويت في مجالات مختلفة، لكن هذا أول مرة تأخذ امرأة كويتية في مجال حقوق المرأة بالذات وحقوق الإنسان. فأنا أعتبره مو بس يعني شرف لي هذا التقدير، ولكن أنا يعني فخورة في المجتمع المدني الكويتي اللي سمح المرأة مثلي ناشطة أن هي تشتغل في هالمجال 18 سنة وتحصل على تقدير من دول أخرى. أكيد إحنا نتشرف بهذا الوسام، لكن ذكرت أنه ما في أحد بالكويت سبقت في مجالات أخرى، مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة العنود الشارق هي الوحيدة اللي خلت هذا. نعم، أعتقد هذه أول مرة أنا أخذها، يمكن بعد مو بس على مستوى الكويت، على مستوى الخليج. فأنا يعني سعيدة جداً وفخورة أن أنا أكون في دولة مثل الكويت فيها مجتمع مدني حي يسمح للمرأة أن تشتغل وتعمل في مجال الحقوق والمطالبة فيها، بحيث أن هي تقدر يعني توصل صوتها مو بس الكويت حتى لخارج الكويت. جميل جدا. طيب دكتورة، يعني احنا الحين كان في فترة من الفترات نطالب بالحقوق السياسية ونقول ان هذا الحق الوحيد اللي ما زال منقوص. الحين وبعد ما صرنا يعني سواسية في هذا المجال، شنو هي الأشياء الثانية اللي نطمح لها ككفاح نسوي؟ يعني أنا أعتقد هو أكبر معضلة تواجهنا، وهي صراحة معضلة تواجه المرأة مو بس في الكويت، في دول أخرى كثير حتى في الغرب، هو عدم وجود تكافؤ الفرص. فتصير المرأة دائما مغيبة من محل اتخاذ القرار، سواء القرار السياسي أو الاقتصادي، أو حتى في يعني تنعطى نفس المجال للظهور بناء على كفاءتها. فإحنا في الكويت ودنا أن المرأة الكويتية يعني يكون فيها إنصاف أكبر، حقوقها في مثلا الجنسية، في السكن، في وضعها الاقتصادي، إن إحنا دائما نطمح لتحقيق الأكثر والأكبر، وخاصة في مجال حمايتها من العنف. دكتورة، لهم يصرف لهم سكن المرأة الكويتية حاليا؟ أي نعم، يصرف لها سكن، بس إحنا نبي مساواتها بالرجل مثلا في القرض الإسكاني. ليش في تفرقة بين المرأة والرجل من هالناحية؟ ولها قرض إسكاني بعد، بس إنه في يعني قصدك بالعدد، بالرقم نفسه؟ بالمبلغ. بشلون ممكن هي تحصله؟ يعني المسألة قد يكون القانون متواجد، ولكن يعني المسألة مو سهلة لما تيجي حق التطبيق. فإحنا نطمح إن القوانين تتحسن والتطبيق يتحسن. بعد في أمور ثانية تحسين هي ما زالت منقوصة، ولا الحين مثلا تركيزك الأساسي راح يكون على نقاط محددة في موضوع حقوق المرأة والمساواة؟ يعني إحنا لما نقول نطالب في حقوق المرأة، هو في النهاية إحنا نطالب في حقوق الإنسان. كل ما تفعل مجال المرأة أكثر، صار حيوي أكثر، صارت يعني في عقبات أقل لوصولها، كل ما ارتقى المجتمع كله معها. يعني بس هات تحسين يعني العادات والتقاليد وسيستم المجتمع نفسه يفرض عليك شكل معين من التعاطي مع السيدات أو المرأة بصورة عامة في مجال العمل. قبل يمكن كان عندنا شيء محدد واضح وبارز نقدر نسميه يعني شيء مادي، مطالبة مادية نبيها. لكن الحين بعد ما يعني أحس أنه صارت حتى الريال بعد عنده حقوق ويطالب فيها. أكيد هو المطالبة بالحق دامنا الحق دستوري، المطالبة فيه يعني مسموحة للرجل والمرأة. بس إحنا مثل ما تفضلتي، قد تكون في ممارسات تقاليد معينة تكبح من طموح المرأة الكويتية. فإحنا هذه الممارسات يعني مثل ما أول كانت الناس ترفض أن المرأة تتعلم أو ترفض أنها تدخل مجال العمل، يعني اليوم قد يكون في تحفظ، مثلا المرأة القاضية في تحفظ شوية من هالمجال. إحنا لا، نبي نشجع المرأة الكويتية أن هذا التحفظ
لازم شوية نتعدى ونتخطى مثل ما كان في تحفظ كبير على إعطاء المرأة حقها السياسي. دكتورة العنود، أكيد المطالبة بحقوق المرأة حق والمطالبة بحقوق الرجل حق، بما أن إحنا في إطار القانون الدستور الكويتي، لكن بوجهة نظرنا خلاص المرأة مو ناقصة شيء، يعني عندنا وزيرة ما شاء الله. إنزين، إيش رأيك نتعرف زيادة على مثلا شو اللي ينقص المرأة الكويتية عن الغربية؟ يعني أنت أيضا اشتغلتي ودرستي في الخارج وشفتي يعني حقوق المرأة في أوروبا مثلا أو بالولايات المتحدة، وين تحسين أن في فروقات هم أفضل منا فيها؟ يعني هو طبعا في اشياء هم افضل منا فيها وفي اشياء احنا قد نكون افضل منهم. يعني انا اعطيك مثل حي لمعضله تواجه المراه في اوروبا. المراه العامله قد يوصل معاشها 20 الى 15% أقل من الرجل، وهذه معضله تواجههم في الغرب. يعني مثلا تصوري طبيبه تعلمت الجراحه ينصرف لها معاش أقل من زميلها الطبيب، يعني لمجرد أنها هي امرأة. لأن التكافؤ العلمي واحد، التكافؤ العلمي واحد والخبرة واحدة. يعني إحنا نشوف ممارسات كذي إحنا نبي نتحاشاها، ما نبي يكون عندنا نفس الظلم، مع أنه مرات يصير في عندنا نفس الظلم. يعني إحنا كان عندنا أول نسب القبول في جامعة الكويت علشان المرأة كانت متفوقة أكثر من الرجل، كانوا يصعبون القبول على المرأة، والحمد لله هذا مع المطالبة تغير هالموضوع السنة. فهم الحين في الغرب قاعد يطبقون مثلا الحصحصة، يعني يفرضون حتى في القطاع الخاص، ألمانيا وبريطانيا مثلا، يفرضون 30% من مجالس الإدارة لازم تكون نساء. عرفتي شلون؟ في المجال السياسي أيضا دول مثل فرنسا الحين قاعد تفرض على جميع الأحزاب إن لما يكون في مرشح رجل تكون في مرشحة امرأة. والسبب إن هم مثلنا تكافؤ الفرص مو نفس الشيء، يعني هم في تحفظ. حلو دكتورة العنود، يعني لو قلنا بنسبة معينة ماخذة حقوقها 80% للمرأة الكويتية، يعني إذا الدستور كافل لي 100%، أنا ليش أقبل 80%؟ أنت ليش تركزين على 20%؟ استمتع بال 80. لا تدافع عن شيء خسران محمد. لا أكيد خسران. إذا أنا حقي 100% ليش أنا طالب بس ب 80؟ طالب ب 100%. حلو. الدكتورة العنود الشارخ ما شاء الله مستشارة بحوث سياسية في جامعة الشرق الأوسط في لندن، وأيضاً أنشطة في مجال حقوق الإنسان وأيضاً مطالبة في حقوق المرأة، سواء داخل الكويت خارج الكويت قاعد نشوف ما شاء الله أنشطة وفعاليات لك أنت موجودة. شلون قادرة تبدعين في كل وسط زحمة هذه المشاغل؟ والله ولله الحمد والفضل هذا في كبير لأهلي يعني زوجي اللي مسانديني وسامحين لي أني أنا أقدر أعطي في هذا المجال، وأيضا لأن أنا مؤمنة إيمان تام في العمل الجماعي. فالمجتمع المدني بالكويت هو مجتمع معطاء وخصب لأنه يتركز حول العمل الجماعي. فيعني أنا بين هالشيئين قادرة أني يعني أوصل حق اللي أبي أوصل له، وأفعل الأفكار اللي عندي اللي أنا أعتقد ممكن تساعدنا أن إحنا نصير بلد مزدهر أكثر، خاصة من المجتمع المدني. واليوم إحنا قاعد نشوف أن المجتمع المدني عالميا قاعد يأثر حتى في الشركات الكبيرة. ما يصير في حركة في المجتمع المدني ممكن يغير القوانين، ممكن حتى السوق المحلي يتحرك لها. فإحنا هنا الحمد لله الله منعم علينا في بلد فيها مجتمع مدني يعني نفخر فيه، متطور ومتعاون ويحب انه يشتغل. نعم، وحرك وحيوي. طيب دكتورة، يعني انت استلمتي هذا الوسام من الجمهورية الفرنسية، وبفرنسا يعني يؤمنون وايد بالقيم اللي اظهرت فيها الثورة الفرنسية والجمهورية وقيم الديمقراطية هذه، والحين نشوف ضربات كثيرة إرهابية قاعدة تحوش قلب باريس وهي قلب يمكن أوروبا كلها. شلون تقدرين يعني ان انت خصوصا كسيدة خليجية عربية مسلمة ان انت نوعا ما تغيرين وجهة النظر اللي قاعدة تنتشر شوي شوي واللي قاعد يدعمها وجود إرهابيين بكل مكان؟ انا اعتقد ان احنا كلنا جميعا ملزمين ان احنا نكون سفراء لديننا الحنيف يعني عروبتنا اللي قد يشوهها الإعلام الغربي وقد يشوهها هذا العمل الإرهابي.
فيعني أنا مثلا كأكاديمية أنا أحاضر عن المرأة والإسلام، أحاضر في الجامعات في أمريكا، في السويد، في فرنسا، في بريطانيا، حتى أحاضر للجيش البريطاني في هذا الموضوع. فهذا على الصعيد العالمي إحنا كلنا سفراء لهذا الدين الجميل، لكن على الصعيد المحلي إحنا لازم أيضا نشجع الشباب، نشغلهم في الإيجابيات، في الرياضة، في العمل التطوعي، في الفن، في المسرح، ثقافة، في العلم، علشان نبعدهم عن هذا يعني المنزلق اللي قد يكون صعب انه بعدين يطلعون منه. نعم. من خلال تعاملك في اوروبا وايضا جولاتك الاكاديميه ان صح القول، شلون شفتي الصوره الذهنيه عن المراه العربيه المسلمه؟ بصراحه. والله اعتقد انه يعني في تشويه لصوره المراه العربيه المسلمه، يعني في تصوير لها ان هي انسانه مستضعفه وان في استبداد قاعد يمارس ضدها، وان اختيارها لزي معين او لتقاليد معينه هو دائما مفروض عليها. انا ما اشوف ان المراه الكويتيه او العربيه والمسلمه امراه ضعيفه، بالعكس، وانا احس انه يعني المراه الكويتيه ضعيفه؟ لا والله قويه. يعني قوية، هذا شيء فخر لنا إذا كانت المرأة أكيد قوية، يعني ونتمنى أن تكون أقوى وقوتها مستمدة من قوة الرجل. أكيد أكيد، وهذا يعني تحية للرجل الكويتي، لأن لو ما في رجل يساند المرأة ومرأة تساند الرجل ما قدرنا نوصل حق اللي احنا وصلنا له في الكويت. أكيد. يعني الشيخ جابر رحمة الله عليه أيام 2005 تقريبا، أيام المطالبات في حقوق المرأة السياسية، تم اختيارك رحمة الله عليه من قبله هو وأنت ومجموعة ثانية، كلمين عن هذا الاختيار لما يكون من أعلى سلطة في البلد رحمة الله عليه. يعني شخص مثلي صار للحين 18 سنة في مجال المطالبة بالحقوق في الكويت، يعني هذا النوع من التمثيل للوطن أنا يعني أفتخر فيه جدا وما أقدر أنساه. ويمكن هذا كان بداية احتكاكي يعني كاحتكاك عملي مع الحكومة الفرنسية. في 2005 بعد ما أخذنا حقوقنا السياسية، الحكومة الكويتية بمبادرة من الشيخ يابر الله يرحمه بعثت 3 وفود نسائية تشرح للعالم ليش الكويت كبلد ديمقراطي تأخر في إعطاء المرأة حقها السياسي. وأنا كنت في أصغر وفد اللي هو متكون من 4 سيدات لفرنسا والاتحاد الأوروبي، وشرحنا لهم إنه يعني لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتنا كدولة وكمجتمع مدني تعطل للأسف إعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي، ولكن يعني كنا متفائلين إن دام إن تم إنصاف المرأة وإعطائها حقها السياسي فإن شاء الله هي راح يعني تبدأ في مجالات أخرى قد يقل تمثيلها فيها. نعم، من خلال جولاتك أيضا في عندنا صور لبعض الشخصيات اللي التقيتي فيها، نشوف هذه الصور وهذه الصورة الجماعية، كلميني عنها. كانت مع وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين ألبرايت. الله يسلمك، هذا كان دورة قيادية في جامعة جورج تاون. تم ترشيحي للالتحاق فيها من قبل الخارجية الأمريكية في 2006، فكانت سنة عقب ما أخذنا حقوقنا السياسية. وينك دكتورة؟ وينك النظارة اللي أنا بالنص اللي لابسة نظارة؟ أنا التحقت في كذا دورة قيادية يبون يعني ناس من جميع أنحاء العالم تشتغل في مجال المجتمع المدني، وبالأخص تكون عندها اهتمامات في يعني المداخلة العالم الخارجي بال يعني القضايا الداخلية. لأن في قضايا حقوق إنسان تهم العالم ككل وليست فقط دولة معينة. أكيد بلا شك. وهذه الصورة دكتورة، هذه الصورة قاعدة أوجه سؤال حق هيلاري كلينتون في حوار المنامة، وهذا حوار البحرين، سياسي بالبحرين. نعم. شنو كان السؤال؟ يعني هو كان سؤال تحريضي شوية، يعني إذا الحكومات الغربية تفرض علينا الالتزام في نوع معين من الديمقراطية بعدين ترفض قبول المفرزات الديمقراطية، نتائج العملية الديمقراطية. فأنا كان عندي سؤال معين على الوضع في فلسطين وقتها. الدكتورة العمود الشرقي، السؤال يعني يتبادر، ليش رسختي نفسك لقضايا المرأة أو قضايا يعني حقوق الإنسان؟ يعني أنا لما أرجع كل شوي تذكرين قبل أو تقولين قبل 18 سنة، أبي برد وياك ل 18 سنة، شلون
طرت ببالك هالفكرة إن خلاص برسخ نفسي حق قضايا المرأة؟ والله هي يعني أنا أول شيء تربيت في بيت مؤمن بقضايا الإنسان وقضايا المستضعفين ومؤمن بالعمل التطوعي. وأنت سألتني عن هاللحظة قبل 18 سنة، أنا كنت حامل في بنتي وكنت في مجلس الأمة الكويتي، أول مرة تم التصويت على إعطاء المرأة حقها السياسي، ولما يعني ما صار لنا بالطيب نصيب وشفت ردة فعل الجمهور الذكوري بالذات استغربت، يعني وين اللي يقول سبحان الله أنت حامل بنت، فالواحد يفكر بمستقبل بنته. تأثرت جدا في هاللحظة، اللي أنا عندي إن هذول أخواني الكويتيين وبالعكس احنا شعب متفتح وشعب نحب المرأة، شلون يفرحون ان احنا ما اخذنا حقنا السياسي وهو حق كافلة لنا الدستور. فاني حبيت اني افهم هل هذا الموضوع هو فقط له علاقة بالتقاليد او بالعادات او بثقافة معينة ذكورية بس بالكويت، او هو جزء من يعني هيمنة ذكورية عالمية قاعد تغير شيئا فشيء. فانا من هني حبيت اني يعني اكرس حياتي الأكاديمية لهذا المجال، الحمد لله خدمني وايد. يعني انزين، الهوايات لها مكان بحياتك دكتورة؟ والله يعني ما ادري اذا راح تصدقيني اذا قلت لك ان انا يعني من عملي التطوعي هو شغفي، وانا احب اشتغل مع الشباب واحب ان الشباب يلهمني، واحب ان يعني اتعمق اكثر في المجال التطوعي في الكويت. احس ان في وايد أشياء إحنا ممكن نسويها، يعني أشياء قد تكون منسية أو مهملة أو مهمشة مو عن قصد، لكن إحنا ما نقدر نتوقع من الحكومة أو المسؤولين أنهم يهتمون في كل المواضيع. نعم دكتور العنود، نوجه تحية أكيد لوالدك ووالدتك إذا كانوا يتابعوننا. شلون تأثرت منه أكثر؟ والله بصراحة تأثرت بالأثنين، يعني بوالدي ووالدتي. بعد بالأم لأن قضاياها قضايا مرأة. يعني بصراحة الأم كان لها دور وايد كبير، يعني أمي إنسانة معطاءة عندها تاريخ قديم في العمل التطوعي في الكويت، وما زالت في يعني مجلس إدارة الجمعية الثقافية النسائية، وأنا وايد أفتخر فيهم وفي عملهم. والوالد كذلك، يعني الوالد إنسان مهتم بالثقافة وبالفن وباللغة وبالتاريخنا العربي والإسلامي، يعني الاثنين انا يعني اقدر اقول ان انا ممنونه لهم. كمبيوتر صخر. كمبيوتر صخر اكيد. انا ممنونه الكمبيوتر صخر. والله كلنا اكيد، عاد هذا مال الجيل الطيبين استغنى عن كمبيوتر صخر. الله يحفظ الوالد ان شاء الله والوالده. مشكور. وحنا حقيقه يعني فخورين فيك وتستحقين هذا الانجاز كونك الفارسه، وراح تكرمين ان شاء الله بعد بكره من السفاره الفرنسيه. يعني جميع الكلمات تعجز الا نقول لك ان انت يعني مفخره كويتيه. مشكورين، ما قصرتوا على الاستضافه، شكرا. حياك الله وشكرا لك، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. مشاهدينا راح نرجع لكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل ونكمل معاكم بقيه فقرات ليالي الكويت.